في كازا على قبل سكينه كنقول راه كيطلع لي الدم تجي عندي نديح حدا البركاسه دابا غسلت على يدي دابا صافي السلام عليكم كيفاش ما عبش محمد صح تاك عارف انا نفسي خايبه كيفاش ما عبد جليل قالت لي غنمشيو نتعشاو قلت لها هاني سكينه سيري غيري الجو انا عارفك مشكل سيري غيري الجو لكليتي تي داك الشوشي بحال لكليتو انا اصلا داك الشوشي ما عنديش معاه ولكن نتوما غاديين في الطوموبيل واش كملي ديها وغوش عليا انا ملي ضاق لقيتو شادين يديها في يديها وهزوا بين واليا ها تبغي لي يا ربيعي ما عندك فين تمشي معنا سكين ما عندك فين تمشي معنا غسلتش على كيدي وما نعال الشيطان رضوان الله يعطيني الطاري انا سام بقيتش نتيق في بنادم سكينه ما نطلعكش مابقيتش نحمل نشوف لك في وجهك من اليوم السلام عليكم ما بقيت تشوفي فيا ما نشوفك غسلتش على كيدي انا اصلا مولف بالغدار ومولف بالغدار مولف بالغدار انا شحال ديال المشاش ربيت في الدار وهربوا ليا وكان عندي حمار كعوه وقت ما كنهش عليه البيض كان عندي حمار كعوه ما كنتش كنهز عليه البيض اكلوا كلو كيبقى يدور هاي دور ينقص زيت الحمارات ويدور في الخلو وياكل من البركاصه يمشي ياكل في الزرع وفي العشيه كنجيب لي 10 درهم ديال الماكله هذاك المكعو غناهي ناهر كيعرفو حمار مكعو هو كان عزيز عليا وفي الاخر هرب ليا شهور هو كياكل وحسب 6 شهور 10 درهم وقت كنبيع البيض كنربح 600 بعض المرات في النهار 600 دغيا وكنمشي للقهوه 120 وكان 10 درهم نجيب لي ماكله انا كنبقى جيعان في اللي كنبغي نتشهى شي نص وكنجيب لي 10 درهم ماكله كنتهلا في حيت رجلو عوجين وفي الاخر مشاو خلان 6 شهور مشاو خلان ربيع حمزه قول لي جيب لي حماري العروسي ما تريتيش مع عندي الطعريشه ما بغيتوش تعاونوا معايا حمزه محمد حمزه فينا هو حمزه جبد لي حمزه فينا هو حمزه حماري جيبوا لي المهم تيقول لي جيب لي حمار انت ولا تتخلطش عليا الديامات بالله العظيم تتخلطش علي حق الله العظيم لا طوندوس لا طعريشه تباعش سكينه قدرتني كي عارف شحال هادي فريتا انا وياها اسكينه غتخليني المهم جاي كوبنهاغن المهم جاي اخويا المهم جاي خوش مبغاوش يخلصوك ولا كيفاش والله يا خويا ما بغاو يخلصون بالله العظيم علاش كذبوا عليك سكينه جابت لي المليون عطاتها ليا درتها في بواطاكو مع الشيل وانا يا نغتيق كنتيق فيه انا انا مدمدم حتى الخير ديالك ما تيقش فيه في هذا الوقت خوك الصباح قال لي صيفط لي هذيك السميه والكنيه ما صيفطش لي الفلوس لا بلي باغي الفلوس صيفطهم لي عطاهم لي في ايد ادم قال لي انا في الصحراء رضوان كيتمرقن بيا الصحراء ما فيهاش البنك اخويا ادم ما عرفت ما عرفتش شوف انا معاك والله تاخذ فلوس ولا شوهم والله تنشتت ليهم الشمل صافي انا معاك افين هو مزيريره مزيريره هبط قالوا لي دار لك شي شي فيديو هات هات شو شو كيارا وسكينه في كومونتير واحد متابعين شيم سكينه عطيت لي فيلم متمرقين دابا انا وليت حاسبهم في سطر واحد سكينه غسلت على يدي ولا شحال كيار صافي مشاش سكينه وكيارا غاديين منحنى واحد خويا ادم ما كاين والو في الصحراء غنعطيه فلوس تجي حمزه حمزه اخويا شوف ادم ومحمد ادم ومحمد عطيني فلوس ولكن شوف 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 قول لي كلمه وحده علاش مطلعك انا علاش مطلعك تقول لي امي يمشي امي يمشي في الدار لا لا قول يا مام جاي تمشي عندها تمشي عندها نقول لا لا قول لي دابا الله يرحم لك الوالدك شعر مطلع خويا وقول لي يا مام يمشي ما كتعبي بطلعها لي وقول لي يا مام الله يرحم لك الوالدين ويمتي وعزين راس بلير بحال طام طام ديال 15 درهم أمك كي دخل طاقة العرضة ود الكلمة شو كامل سنان قد ربيت سنان مين جاي عزين أعطى
عطاك واش عندي تسوي على الدين تقدم امي ابو امك دخل كارد عارضه صح شوف يسالي الله يرجع عندي تسوي على الدين خذوا شي طعام الله يحمل الوالدين راه حاس فيا الفاتحه ها شكون يطلع معاك راجل فادو كامل انت نضيت كل لا انت خويا انت والله حتى نضيتيني هاد السيد غايب علي والله حتى راجل الله يحفظك ولكن دير لي الضحكه مهم زي كوبنهاغن حضر الله كوبنهاغن احيي سير الله يعاونك من الله يفتح لي عزين خليني ان شاء الله فيه صافي غنجيب لك الحمار شوف حقه شوفه هو حق الله العظيم وما تجيب لي حماري يا ترى نقول انا سيدي لك زويب اب ويديروا في مختفون ديروا في مختفون راه كاينه في حد ولا تفرج وتعاد ولا تفرج كنقول يجيبوا طونسبور انا خسر عليه السلف السلف غنشري حمار شهد اللي قلت لك انا نجيب لك واحد ونعطيك فلوس والله كنعطيك تخلص عليا والله كنخلص غدا عطيني السلف شاف والله تتاخد جات والله تطيري تنعطي المول هوندا يمشي يجيبه صافي وتحيا خويا بدر السلطان دوي معاه دو يعطوني رزقي ادم وغابي يعطيني رزقي وهذا يجيب لي حماري تاكون هاني انت دخلتيني معاهم انت حماري خويا جيبوا لي الله يرحم لك الوالدين شفت لك انا ما كاينش والله يا خويا ذاك الحماري لا ناضي يا الحماري يطيح كاع الحمارات هنا غيطيحهم هيولي وغادي وتابعين الحمارات والله ما عندنا بحال ذاك النوع هنا yeah. وحق الله العظيم وحق الله العظيم اللي ما كيشبه في الدراري الحمار والله يا خويا الفورم عنده قد ديال غدوان غدوان ميلان وفي الشوبية لمن ها وفي الشوبية الشوبية كيدي لعب شيري فاش كيشبه راسه مش كي تهب راسك عبدالله الله يعاود غداش يعطيني السلف ديالي تا والله تندير لك الشو يلا سير وتهلا عز الدين وتهلا أسامة وتهلا يا خويا كتفكر نفسي خايشة ديال القنطار عاد دير رجلين طيب على سي دور الله يعاونك وخويا بدر السلطان والله ما بغاو يعطوني فلوسي المهم جاي عندك كيارة عبد جليل سكيناكم عندكم معايا بلان بعدوا مني ايو خليوني نبكي عليك لي ولا ميمة نبكي عليك لي ولا ميمة وزير بلاني بلاني مشو خلاني وزين بلاني بلاني مشوخ وتحيا الخويا دريويشي خويا ياسين والله تتحقرش بالله لا يا خويا ياسين تتحقرش يا قلبي راح فقاد الجراح الميمة قلبي راح فقاد الجراح الميمة ياسين بلاني بلاني مشوخ لاني صالح بلاني بلاني مشى وخلاني نقول موت على ولاد اليوم والحماق ونموت والله يا خويا ياسين تتحقرش بالله العظيم والله يا خويا تضعت اخويا في الطعريشة والله يا خويا تضعت في الطعريشة ومبغاوش يعطوني فلوسي داروا لي النقابة وسكينة اخويا اغسلش على يدي اليوم يا وقلبي راح ياسين بلاني بلاني مشى وخلاني قلبي راح وفقاد الجراح الميمة قلبي راح وفقاد الجراح الميمة ومجيد بلاني بلاني مشى وخلاني مجيد بلاني بلاني مشى وخلاني شوفني وزيد وقلبه من حديده
تجي تدير بحال شي فوق ما الله ينكالك تبقى على الله انت مالك ريحك البحر خاصها شي براد ديال اعتاب ياسين خويا تغدرت هذيك السكينه تايا ما فهمتهاش انايا كاع والله يا خويا بغات عزيز بغات عزيز بغات دابا دابا عجبها تي ماكس راك عارف ما عرفت مالها بغات طيح تايا بغات تعكل طايحه من عند الله بلاش بلاتي بعدا بلاتي نقول واحد التحيه بعدا اخويا الناس راه كيصيفطوا لي ميساج كاع الجاليه دوي معاهم بعدا كنشكركم كاملين وكنشكركم على الدعوات ديالكم والحمد لله بالدعوات ديالكم حاولت المهم تقت فراسي وتشافيت الحمد لله والله يشافي جميع الناس اللي مرض فيروس كورونا كنشكركم بزاف والله يرحم لكم الوالدين على هذيك الدعوات ديالكم الحمد لله هذا المرض هذا بيلي بان راه الناس كيبغيوني وباقي الخير القدام الله يشافي الجميع والله يسهل عليكم والله يا خويا بالله تبقاش بلاصتك وحق الله العظيم شوف راه هذا المسخوط هذا اللي جاب علينا ما كيريحش فينا والفقمه تشد الارض الله يقطعك دابا هذا بين عليه شي اعراض ديال كورونا كلشي صافي فينا ولا كتشوفوا كورونا تهرب دير رجلين وتنطع اشوف عباد الله ها هو ميساج عطانيكم ياسين راه كورونا كاينه يقولكم ماناش وما تبقاوش تسلموا نقولك واحد الحاجه انا نهضر معاك دابا ونهضر معاك صريح قبل كنت كنقول ما كايناش كورونا قسما بالله كنت كنقول ما كايناش كورونا اخويا اسامة من بعد قسما بالله كنت بخير على خير 10 دقائق طلعت لي الحراره سخانه تبوريشه هذاك الشيء جا كيجي على غفله ماشي كيجي تدريجيا شك داك النار اخويا والله اخويا كاينه كورونا والناس واحد خاصو يدير الاحتياطات ديالو واش استوديوكم عباد الله الله ينقى لكم لا مش استوديوكم استوديوكم وريحوا شويه خليو وخليو تحيدا كورونا تضحك ليا الوقت تحل القنصليه ومشي للطاليه دابا لا شد الا شدوا ديورهم راه واحد تكون شري عندك طارش واخويا والله توحل فيا الفايشه ياسين حق الله العظيم قلت لك دابا شوف انت دابا ما فهمتك دابا شاري انت الطعارج واش وقت التجمعات هذا الطعارج كيبغيو التجمعات ولا عندي كارص صاحبي كنضرو في الصناقه يا صاحبي ودابا طرا لي مشكل كبير دابا واحد خيتي جات سنات في الدغب جديده ناض ناهي ناهي شافها كبار هذاك الان ولكن عندها 13 عام وعندها 13 عام وكاتب على انس التليفون مارش انس مارت المهلوك دابا سمع الفيلم دابا خطنا جات سنات في الدغب ويشوف الناي ناي هي بين على المهلوك اسمح لي بين على 13 عام ولا بين على كبر لا لا غطول من المهلوك الدنيا شبعانه في كوش الدنيا خاطفين اللويات خاطفين رجليها شافت الناي ناي مشى دوا معاها خدا معدا النمره دار هو ويا العلاقه دوز مع سيمان المهلوك ملاهي مع البيع والشراء الدنيا طلعت الحانوت شافت المهلوك طيحها عايشة كتكسو كاين عايشة كتكسو تال مسخوط غتصيفطونا للحبس شافت المهلوك غامت المهلوك ناي ناي ويت خاصم مع المهلوك انا كيبانو ليا ما كيدويو شاغيت ناي ناي قلت لي ناي ناي مالك ويقول لي عارف هو قالت لي واحد خونا في نيفو كيبغي يدوي كيشد له لي نيفو واه وي اسامة وانا طمينيق دغيا ولاد كندوي معاها وصار ناي ناي ولاد عديمة في الليل قال لي يمكن عندها وخدا من عند النمرة ملي شديت المهلوك ساطحتهم قال لي المهلوك راه ما خديتش من عند النمره راه هي اللي حضرت نمرتي دابا هي متبعك في انستغرام هي والله ما عرفت هي ما باين على حاجه تبعني في انستغرام انت شوف انت كنت داس من حداك تهضر معاها ولا لا واه شغيتها انا شغيتها تاجي قلت لها راه عندي فاياج ديال الطعارش بعد ليا من الصلاقر قلت لها انت معامن باش نفاري المشكل قالت لي انا ما معدت حتى واحد قلت لها غير نشوف تليفونك فبديت نقلب لها في التليفون لقيتها كاتبه في الكود مارش انس ايوا صافي هيك ما عجبتهاش انت ناهي ناهي غادي معصب للسبت كيجري طالع لي الدم طيح حارس لي السين تاع ريجه حول هذاك حول عبد الجليل ما فهمتوش انا غادي يجي عندك بالليل ما فهمتوش عبد الجليل غادي يجي عندي في الليل غام سكينه سكينه تصاحب معاه في الصاد مع قبل الموتور في الاخر تمشي عند عزيز أنت عزيز على زين وجوده بحال الطعريشة المراكشية نوريك وحق الله العظيم والله يا خويا لانه نقولوا بحال المراكشية
لا لا هذا غاش دوزنا الخدش ادم مشقوق هذا فهمتاش وانت هذه غتباعد تباعد مليون و40 الف خدش ادم انت وياها هذه غدوزنا كاراج ما بينتهاش ليه البارح دابا بلاش واش انت وياها شنو الطريجه اه لا غاب واحد كانت مزايده على الطعاج صاحبي غابع الطعاج ب 7000 درهم المارتو اه الرابع راه تصيدو يسلخ امك واخا والله يا خويا تضربني هذا الميل ضربني التلاقيه ضربني تكحلت على ضرباتك البغله والله يا خويا ملي ضربني تكترم تقيه ضربني هنا حق الله العظيم ولكن شوف والله ما غيجيب لي غاز طيب الله العظيم الا ما غنغضروا قلت لي قلت لي والله تنغضرك شي حاجه غنضربك هن لا لا الله ما يتشد لك بالله مازال والله تنضربك مزيري غيتشد شوف اللي خاف من القلد يبقى عليه التقليد وعنده واحد الله يبغى قد راس عبد الجليل هذيك ما والله لا فهمتوش غادي وكيقصر غادي وكيقصر عبد الجليل ما فهمتش انا عبد الجليل راه ولا كيلبس مع المهلوك ما فهمتوش انا مو مشارب والله يا خويا ولا كيلبس مع عاتي عبد الجليل عنده مع بانون بادر بانون هيجمع لي الحوايج ديال اياد ولده عطيهم ليه راه قال لي كاين شي فريق صار على اياد غادي يعطيهم لعبد الجليل قال لك مروان هو غادي يرويش انهم زغيره اللقلاق ويلي على اللقلاق شنو يقول لك اغنيه ديالك كيف تعطل اغنيه ديالك كيف تعطل نهار الاربعاء ايطاليا والله الا ناقصت تدير لي هذيك الشطيحه ديالك ايطاليا قول لي الدخله من صغري وانا كنحلم بها والله ما عقل داك الشيء قلت لك عرفتي الطريقه حتى ما عرفتي الطريقه انت درتي 20 عام درتي كتب عليا والله يا خويا الطريان وحق الله الا كبرت معاه ايطاليا القوحه هذيك والله الا القوحه هذا سد عجبني الجلابه ديالي ما كاينه تمسطي ولا مالك هذيك والله ما نفرط فيها وهذيك ياسين وحق الله العظيم الا كنت كنمشي بها للبياضه هذيك كتكالي البغد في الصباح كتضربها كتمشي بها للبياضه هي كتكالي قسما بالله بعدا كنبغي نشكر الوالد ديالك الواد ديالك ديما كيعيطوا لي قسما بالله والله حتى ديما كيبانسطوني ديك الايام واش حق الله العظيم ديما كيهضر معايا راه عرفت النمره ديالو راه كيهضر معايا ديما قسما بالله والله يا خويا حتى العيالات في الدرب العيالات وكبارات والله حتى كاملين كيسولوني يعني. عليك والدراري الصغار كيبقى ياسين كيبقى ياسين هو ما عمرني ننسى خيرا بهذوك الدعاوي اللي دعوا معايا قسما بالله شوف والله يا خويا انت زوين والله شي يقول ما كنتي انت زوين والله يا خويا تبقاش بلاص كلشي كيسول عليك انت زوين مع كلشي يا صاحبي والله العظيم الحمد لله شوف بنادم يخلي بلاصتو مزيانه وصافي اشوا صحه شو تيش درتي معاه ركبتي معايا في الكاروسه وحما درتي معايا فيديو كليب وكديني تعشيني واخا ما كتعطينيش الحنش ديال البحر كتقولي هذا غالي والله لا كليتي ولكن عمرك خضرتيني عبد الجليل شوف كيوكلني البيتزا وكيوكلني هذاك هذاك الدجاج ب دجاج تاكو كيوكلني الدجاج بسلو وانا هضرني مع سكينة حتى عمرك سمعتي فيا عبد الجليل تا ود الناس وكيتعامل مع الناس ود الناس غمو عزيز عليا مو بوال مو الله يعمرها دا من عائلتي وراه والله حتى الله يعمرها دار ولكن اخويا باش يشد سكينه في يديها صاحبي غنغاطي معاه ماشي يديها يا اسامه ماشي يدي سكينه هذه باش عرفتي يا مجيد وانا شتا يدي سكينه في شكل وهذا ياك انت كتحكر كتحكر لها في يديها انت تعرف يديها مزيان عارفه لا ما تغدركش هذيك الناس راسك مكركب بحال البصله البيضاء ها واخا عليك امشي ولا التمسيده صح ها واخا عليك امشي انت محقق لها في يديها مزيان واشنو ضروري انت كتفرج فيه وكتفرج في السكينه تحقق لها في يديها لا تنفرج فيك وفيها بجوج ويا خويا الغدار فيكم في الدم وامشي الملحه دودت حيد لا ما عمرها دود لا غدود شنو تقول لي هذوك ماشي يدين سكينه دود تيق فراسو تيق فراسو تيقول لك هذوك اللي ماشي يدين انا ما بقيت نعرف شبابي من عدياني يا خويا والله يا خويا كل شهر ليا ديام انا شو انا عمرني غدرتك انت عمرك غدرتيني وكن ما عطوكلتينيش الحوت ديال هذاك الحنش ديال البحر انت يا ما كاد ما بغيت غدوزو بالخبز انت هذاك تيدير بالخبز
وانت صاحبي انت صاحبي دار وهذاك الحوت الحنش ديال البحر واحد اللعيبات كاع ما كنعرفهم كيتكالوا خضرين وعاطيني بوريه وسام انا عارفك انت عزيز عليك جايب لي بوريه قام رايح في ريستورا وعاطيني بوريه ومحراشه ولا سام انا حسوب بقيت كتلوط على هذوك الدريات اللي عايشين في الاسبان واش ما تحشمش انا تلوطت عليهم هاد الزين كامل يتلوط عليهم انت على جي سنانك جاهم البرد وما يدوروا لقاكم سام هادشي كتقولي ديك النار وسام عندك تحل فمك دابا تصغط البحر جلست وسط البحر الحوت خرج من عندك حل حل وسام الله بلاتي نتغطى بلاتي نتغطى وكي يقول يا غابي كي يقول يا فمك غي فمك غي خشي كي يقول يا فمك غي خشي هذا الطاقير عرض اه عرفتي انت الا كنت ضربتي مع الربيع ما يزقلش وجهك مع كبير ما يزقلكش والله ما يزقلك ها يغمض عيني يجي فيك انت ترى عنده واحد الكروشيه صاحبي عنده هذ البلايص مخرجين عينيهم شوف الله يسهل عليك وان شاء الله تجي تعرج كاملين شوف هم زيد راه واش غاتشري ما عندكش تعرج شري عليك تعرج شحال خمسه وكي غتصيفط لي فلوسهم ضروري صيفطك فلوس ضروري كيفاش غنصيفطهم لك انا 300 في الكروسه الكروسه توصل بني ملال يوم مالا ها خليهم هو تيقفك ها هو تيقفك غيعطيك فلوس نهار غنكونوا لاعبين في كازا غيجي عندك السلام عليكم ومجيد ولا جيتي جيب مجيد ها الا جيتي جيب معاك اخويا شي نص كيلو اللحم ندير لك شي قطايبات في السطح جيبو جيبو شوف دابا كتب على خمسه طريجات مجيد شحال بعدا بشحال غنحسبهم ليها ب 400 دوك الكبارات صافي انا حسبت 100 درهم دابا 100 درهم زيدوا شويه 100 درهم زيدوا شويه 100 درهم ونص كيلو زبده بلديه مزيانه والله حتى كنموت على الزبده البلديه وحق الله العسل اسمع لك العسل العسل الزيت البلدي وجيب لي اخويا مشي تهلا فيا شوف لا ناس 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 بني من الله القسم من بالله دابا معاهم انا شي 5 شهور ولا 6 شهور والله ما عمرش تلاعب لقاك شي حاجه راه يجيبها تحيه الناس بني من الله وتحية الناس خنيفرة تحية الناس خريبقة ودي اختم عليا بهذيك الأغنية أنا أنا بلي ملال ودي ويا قلبي وأنا أنا الطيانية ويلي 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 وزين ها بلي الحاجة العربية ويلي 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 وزين ها زين الغزال ساكنة في الجبال من خنيفة ومن ملال هوايلي وايلي من خنيفة ومن ملال هوايلي وايلي وضربتني بالقرطاسة قرطاسة من كل جهة والعديان ضروا عليها كيف ندير نوصل لها هوايلي وايلي وايلي هوايلي وايلي وايلي وادني ويا قلبي ونيري على الصيانية وايلي 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 وزين ها هبلي سلحة تدوي العربية وايلي 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 وساكنة من الجبال من خنيفة ومن ملال مشيت من خنيفة ومن ملال وابني ملال واحد الشينوي معنا في الفرقه ما تعرفش العربيه معكله عنده ضحك باش فين هو والمدرب ديال جيتلي هذا راه الشينوي من مراكش واش قال مراكش واش جيت تلعب الشينوي تبلونطيت قول لي قول لي وياسين انت غادي واش الشينوي جي معاهم لكانو جايين لكازا جي معاهم صافي دابا نجي ماشي معاه ياك ما خاصكش تعرج ولا شي طنجيه واخا خاصني انت اخويا ديك الجبهه عندك كاع مشرطه بحال هكا كيقادوا عليها المصامه اشوف الله يسهل عليك الله يسهل عليك امين الله يحفظك واصحاب مراكش اخويا مع الشمس كتبقى تدري عنده ودري عنده 14 عام وكتلقى كامل شجاع عيد من هنا هما خلاني كنت واشي والله يا خويا توحشت والله تحيه الكازاوي تحيه طاير ان شاء الله طاير وسام ان شاء الله اخويا مجيد امجيد صيفط لي راسك ديال الطعارج ضروري ضروري الله يلاه غير دابا قيد عليهم خمسه مجيد قيد خمسه دابا نقيد عليهم خمسه مجيد ابغى الضحى وجدانا
دوحة وصايفط لي السمية ديالك شوف فيهم. شوف شوف هو خدام عندك خمسة ايام آه. هاتي حسبهم ليه 400 الوحدة 400 400 الوحدة 500 درهم هاني مشي خونا وحبيبنا وخمسة اخرين شحال هي 100 درهم اه ياك وخمسة اخرين شحال هي 300 درهم اه وخمسة اخرين شحال هي 400 درهم هي 400 درهم لازم خمسة اخرين لازم خمسة اخرين تخول لي الفايج ديال الكبير ارى لي خلي لي انا 10 10 ومشيت خمسة هي 15 هي 15 اي متى تصيفطوا لي رصيدي وقت ما بغيتش هاك انا وليت شوف شوف عطيني انا 10 ياك 10 بشحال 100 درهم لا 10 ب 200 درهم اه عطيني انا يا 20 20 ب 400 درهم كمل 500 درهم يا عطيني 25 انا نعطيك والله حتى نعطيهم لك دابا دابا يحسبوا لك يا سير يلا حيد اش نكتب عليهم 25 25 على 5 ديال مجيد هي 600 درهم الله يعاونك غدا فيها سيريه فلوسي صافي معاهم انا غنعسلهم دابا حيت الله يعاونك شي حاجه مضروبه رجعها لا المتقوبين لصقتهم المتقوبين لصقتهم الادم ولا غابيعي الله يعاونك الله يسهل دابا بعتو شريت معاهم اليوم حيت يلا الله يسهل سير الله يخلي لك الوالده هادشي